انا هنا كيف سبق لي الشرط من اجل اولا الاشراف على ورشه خاصه بصناعه الفيلم الوثائقي، وهذه السنه انا حاضره كذلك ممثله من خلال الشريط فاس سمر 55 للمخرج الكبير سي عبد الحي العراقي. فكان عندنا عرض الشريط في هذه المناسبه هذه، وكيف قلت كانت فرصه انني شرفت على الورشه ديال صناعه الفيلم. المهرجان يعني دائما يعتبر ناجحا باش بالورشات، بالنقاشات ديال الافلام، بالافلام اللي كتقدم. وتقريبا هاد الصباحات دائما كان فيهم نقاشات الافلام، وكان فيهم يعني ندوات، وكان فيهم لقاء مع نساء ديال السينما، منهم اسماء المدير، منهم واحد المجموعه ديال الاسماء اللي مهمه جدا، واللي عطاتنا واحد لابيرسي لاشنو اشنو الاهداف من بعد، لانه هادو شباب كلهم، وشباب اللي عارف فين غادي بالثبات ديالو. بما اننا كنتكلموا بالمرأة، شنو كتمثل لك المرأة؟ كتمثل لي كل شيء، هي امي، هي اختي، هي جارتي، هي يعني هي مراتي، هي بزاف ديال الاشياء. هذا المهرجان في الدورة كنشارك بفيلم على الهامش لأول مرة في مهرجان سنة. كان إقبال جميل جدا من الجمهور، يعني كان فريمون إقبال كبير، وهذا الشيء مفرح، لأن مفرح ماشي غير الفيلم ديالي وإنما السينما المغربية. كتعرف بأن الجمهور دائما متعطش أنه يشوف الأفلام المغربية بكثرة، دونك فيما كتتاح ليه الفرصة باش أنه يشوفها كيجي لها يعني ما كيبخلش وكيجي تتفرج. مهرجانات هي فرصة باش أن كيكون عندنا تواصل مع الجمهور، كيكون عندنا تواصل مع النقاد، كنقدروا نتكلموا على الأفلام ديالنا، كنقدروا نناقشوها، يعني الأفلام دائما كتكون كتحكي على مواضيع، وضروري ان خاصنا نتلاقاو بالنقاد وبالجمهور باش اننا نتكلموا على هذه المواضيع اللي كيناقشهم اللي كتناقشهم الافلام. حنا بغيت نقول محتاجين هذا النوع ديال المهرجان، بحال مهرجان ديال الصلاه ديال المغربيه، وكيقول شي حاجه اللي هي مهمه بزاف. راه المراه المغربيه اللي هي المخرجين كاينين، ولكن المخرجين قلت لك كاينين بزاف في المغرب الحمد لله، كنشوفهم في مهرجان كان فينيس برلين، ولكن هادي 10 سنين تقريبا كاين المراه المغربيات اللي وصلوا لواحد النيفو ديال الاخراج اللي ما عمرش شفنا قبيله. الوغ هاد المهرجان هو تكريم للمراه المغربيه، وحنا فخورين وفرحانين، اي اون ميم تو ما خصناش نساو على لي بيونيير الاولين بحال فريده بليزيد، حتى هما مثلوا واحد الدور مهم سينما مغربي. وسمحوا لي دورة 17 كانت هائلة جدا. أنا هذا المهرجان يعني كنحس بأنني في محلي، لأن وفي داري، لأن هذا المهرجان كنعرفو منذ الولادة ديالو وحضرت ليه في البداية ديالو. يعرف دائما يعني واحد الفرق كبيرة عرفها، وأصبح من المهرجانات العالمية الكبار الآن، واللي الحمد لله حظى بنجاح كبير، وخصوصا هذه الدوره هذه بحضور يعني الحمد لله ولاو عندنا مخرجات مغربيات تشرفنا الساحه الفنيه المغربيه والسينمائيه. فنتمناو من الله ان يوليو عندنا مسؤولات في بلاصه المسؤولين باش هاد المخرجات يقدروا يخدموا. هادشي اللي غنقول. الفيلم ديال تريب كاين هنا في المهرجان، وهذه واقع لي شي 3 سنين ما حضرتش، حضرت اليوم لان كنبغى هذا المهرجان، وواحد من محبين السينما، ونتمنى ان الفيلم المغربي يخرج بزاف. واخا عزيز، واش كتشوف المرأة المغربية كيفاش حطها في مجال السينما؟ شويه ولكن غاديين الحمد لله. عندنا جيهان، عندنا اسماء المدير، عندنا مجموعه ديال المخرجات، فكنتمنى حتى الاشتغال ملي كتكون بعض المرات خدام مع مخرجه كيكون واحد الاشتغال بواحد النيفو اخر، فيه شويه ديال الحنان والسامبليسيتي. تنقول لهم تبارك الله عليكم. كيفاش تفاعل الجمهور السراوي؟ كيفاش تقول الجمهور السراوي؟ انا كاع صحابي الناس المغاربه كامل، ولد المغرب وعزيني المغاربه، نفس لا ولا في طنجه ولا هكا.